جت حشر بوزك كده ليه؟ وانت ماسك دمامه كده ليه؟ انت مالك يا جدع؟ انت مراتي انا حر فيها، امسكها انا براحتي. بس يا عم انا مالي. قررت اكسر وصيه ابويا، هدي اخواتي نصب، هعمل بوصيتي بقى وربنا يسامحني. طب والله هيسامحك، ده عين الحال يا رضوان. هو ده الصح يا لؤي، ياخدوا فلوسهم ويعملوا اللي هم عايزينه، هم الصغيرين يوم ربي يحاسبهم. بس عشان ضميري ما يأنبنيش هقسى شويه على عادل اخويا، مش عايزه يضيع فلوسه على الهباب اللي بياخده ده. حصل يا فتح؟ ايه تمام؟ تمام بس مخدود شوية. معلش يا اخويا، ده اللي بيدوس على صرصار بيتاخد شوية، وبعدين دول اربع ارواح يا بنت. انا مخدود لا يكون وما ماتوش. شوف الواد، وانا اللي بهون عليك؟ افتكرت محتاج حد يقويك، اداريك مقوي نفسك بنفسك ومش محتاج حد. انا ما بعملش حاجه يا فدوى الا اذا كنت متاكد منها 200%، لو 190 ما بعملهاش. واللي انا عملته ده مقتنع بيه 1000000%، مش على اخر الزمن بتاع الدوكو هيجي يعلم عليا. كان لازم يعرف الله يرحمه انها طالما جت في الفلوس ببقى سعران. ها رفض قال لك ايه؟ ماتوا خلاص يا ياسر، خلصنا وماتوا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. هو احنا عملنا كده بجد؟ يعني رضوان دلوقتي ميت، هو قلوبنا وسيفه مريم؟ يعني احنا قتلنا اخونا بجد؟ جرى يا عبد المحسن؟ انت هتقلب معدده ولا اتفاجئت؟ ما تنشف بقى يا عبد المحسن، وبلاش شغل العيال ده، عشان المعياله في الحوار ده هتخرب الدنيا. انتوا ايه جبوديه قلبكم ده؟ مستخسرين فيا الخضه والندم؟ اللي باتوا دول مش ناس ما نعرفهاش، باتوا في حادثه قريناها في الجورنال. ده اخونا ومراته وعياله. واحنا اللي قتلناهم. يا سيدي اتخض براحتك، بس ما تضيعناش والنبي. ها مش هضيعكم، مش هتهم بضيعكم، ما انا هضيع معاكم. بس الموضوع بقى بجد يا ياسر. الله ينور عليك، كويس بقى انك فهمت انه بجد. ها ياسر، رأفت معانا هنا صح؟ الا صح، ما رأفت واقف قدامنا اهو، ولا يا عبده؟ ايوه رأفت واقف معانا، واقف معانا بجد اهو.